بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أصور لكم غرفة طيوري بعد الانتهاء من موسم تزاوج 2016. هنا هذه الغرفة كما ترون، بقي لدي 4 أو 5 أزواج لديها فراخ، والباقي تم تفريغ الأقفاص التزاوج من الذكور والإناث وهي جاهزة للتنظيف والتعقيم، وتم فصل هنا في المطاير الكبيرة الطيور الكبيرة البالغة، فصل الذكور عن الإناث، وتم أيضا فرز الفراخ المتبقية لدي حسب الطفرات والألوان ومن يحتاج إلى صبغة ومن لا يحتاج. أنا بطبيعتي دائما بعد الانتهاء من كل موسم أقوم بفصل الذكور البالغة عن الإناث، وأضع كل الذكور في قفص أو متجر أو سلاكة كبيرة لوحدها لتستعد أن تقوم ب غيار الريش أو الدخول في موسم الغيار. طبعا هنا كما ترون الديمورفيك أو المزيك بأنواعه الذكور، هنا فراخ هذه السنة من اللون الأحمر بأنواعه، وهنا الذكور البالغة اللون الأحمر، وهنا الإناث الديمورفيك المختلفة الأنواع البالغة، هنا الذكور البالغة التي ليست لون أحمر أبيض أو أصفر طبعا، وهنا فراخ هذه السنة المتبقية مختلفة الطفرات بالأرضية ليست حمراء اللون الأبيض أو الأصفر، وهنا إناث البالغة ليست أرضية حمراء. فكما ترون أنا أقوم بفصل، أنا أربي كنار اللون طفرات اللون، أقوم بفصل الطفرات حسب نوعيتها واحتياجاتها للصبغة، وأقوم أيضا بفصل الذكور عن الإناث البالغة خلال موسم غيار الريش، وأدعها تستريح، وعند بداية الموسم القادم سيتم فرزها وإبقاء ما أحتاجه، وأعيد الكرة مرة أخرى بتوفيق ما بين الذكور والإناث، وأقوم بفصل الذكور الجديدة عندما تكبر ويتم معرفة جنسها من ناحية الفرخ. أتمنى لكم إفادة ومشاهدة ممتعة. إن شاء الله سيتم عرض فيديو عند بداية الموسم من أجل إظهار وتوضيح كيف أقوم بالتوفيق ما بين الذكر والأنثى وإعطاء زوج مناسب متناسق
من حيث التوافق ما بين الطفرات واللون الأرضية. شكرا لكم.